السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب غانا، مباراة ودية هيكون معادها بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم 5 يناير 2022 أو 5/1/2022. المباراة ودية بين الجزائر وغانا متابعينا الكرام، استعدادا طبعا لكأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في الكاميرون اللي هتبدأ بإذن الله تعالى يوم 9/1 القادم بإذن الله تعالى، ولا 11/1 بين 11/1 متابعين الكرام. المهم المباراة بين الجزائر وغانا يكون معادها الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، المباراة معادها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، والمباراة معادها الساعة 8 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 4 عصرا مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناه الناقله للمباراه قناه الجزائريه الاولى، وملعب المباراه استاد المدينه التعليميه، والمباراه زي ما قلنا مديه والمعلق غير معروف. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.